في درس الأمس طرحنا مسألة إكمال القواعد الخمس على شيء من الإيجاز أو الاستمرار في القاعدة الأولى وإيفاء بعض حقها، فكثير من الإخوان الذين سمعت أصواتهم يرغبون في البسط، وأننا لو لم ننهي إلا القاعدة الأولى لكفها. نعم، هذا الذي حصل بالأمس، لكن الإخوة المنظمين للدورة قالوا إن رغبتهم في إكمال القواعد على أي وجه كان، لأن عندهم مدة زمنية محددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينة، فعلى هذا اتجهنا إلى هذا، واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بأمس الحاجة إليه. ما دامت هذه رغبتهم فهم أهل الشأن، وعلى هذا ننهي إن شاء الله تعالى القاعدة الأولى في هذا اليوم، وغدا في الثانية والثالثة، وبعده في الرابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن النية إنما شرعت لمقاصد جليلة مهمة، من أهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. فمثلا الوضوء والغسل قد يفعله الإنسان للتبرد، قد يفعله للتنظيف لا سيما الغسل، وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث أو التجديد، فيختلف الحكم في هذا وهذا. الإمساك أيضا وعدم الأكل قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها. وأيضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا، والغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، فشرعت النية لتمييز هذه العبادات. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين يقول: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا، تمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله جل وعلا مع غيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. لو نظرنا في مثال ذكر في كتب أهل العلم أن شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات يحج ماشيا، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بأمه نائمة، فنام بقربها ولم تشعر به، استيقظت في أثناء الليل فإذا بولدها عندها، فقالت: يا فلان أسقني ماء، سمعها ولم يمتثل، مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا، ثم انتبه الثانية وقالت: يا فلان أسقني ماء، فكأنه لم يسمع وهو يسمع بالفعل، ثم في المرة الثالثة قالت: يا فلان أسقني ماء، فعاد إلى نفسه باللوم فقال: أحج نفلا ماشيا؟ وطاعة الأم واجبة، بل من أوجب الواجبات، والماء على خطوتين أو ثلاث ولا أمتثل، قام وأحضر الماء له، فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا،
فقيل له عليك أن تعيد حجة الإسلام. من الذي يقول له مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول له مثل هذا الكلام؟ يمكن؟ ما يمكن، لأن النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة، وصل إلى الميقات ولبى بالحج وأتى بالشروط والأركان والواجبات ورجع. أفي فقيه بيقول له أعد الحج؟ لكن الكلام على النية الثانية. يعني مع الأسف أن كثير من طلاب العلم هذا موجود الآن، يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار، ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هزيع من الليل، وقد يتطلب المشوار أيام، وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور، وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك بالحي نفسه، فيصعب عليه والله أنا مشغول وشبدي، أنا عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس، بتأهب للدرس المغرب، لا يمدينا. مشكلة أن هذا موجود بكثرة، ما هو موجود بندرة، موجود بكثرة. يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال، والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج. تقول ولدهم من الأخيار وطالب علم ولازم الشيوخ، فإذا قيل له أدنى أمر أوصلنا إلى المكان الفلاني أو أحضر لنا كذا، يقول أنا مشغول. هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ بن رجب رحمه الله. يعني ولا يعني أننا نقول أن حجه باطل يعني موافقة لهذه الفتوى، لا، لكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور. لا بد أن يكون لهذا الكلام واقع في النفس، يعني نراجع حساباتنا، ولا يلزم من هذا أن نوافق من أفتاه ببطلان حجة الإسلام، إنما يساق مثل هذا الكلام لبيان أهمية الإخلاص في العمل، وأيضا الموازنة بين الأمور والمفاضلة بين العبادات. يعني أنت ارتكبت مستحب، لو يمرك زميلك يقول والله نبي نعتمر، يقول جزاك الله خير أنت عنتنا على الخير، لكن لو تقول له أمه أو أبوه نبي نعتمر ثقل عليه، قال الله أنا مشغول أنا من فاضي. صار ما ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج، المقصود رفقة فلان وعلان. يعني الإنسان يدرك من نفسه إذا استرسل في مثل هذه الأمور، من أصعب الأمور إليه صحبة الأخيار. يعني تجد شخص من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخل استراحة في مجموعة من الأخيار الشباب تبرموا به. لماذا؟ لأنه لا يجاذبهم أطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعضه مباح ويجر إلى غير المباح، فتجد يثقل على كثير من الأخوان رفقة مثل هؤلاء، وسببه أنهم ما عودوا أنفسهم على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار. نعم إن شاء الله نظن بهم على الخير، وأنهم قد يمر بهم فائدة ولا شيء تذاكرون مسألة، لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور، لأن من استرسل بالمباح لابد أن يقع في المحظور، والتجربة شاهدة في هذا. إذا كانت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد، وعمدتها حديث النية كما تقدم، ومعنى النية في اللغة القصد، معنى النية في اللغة القصد، والقصد له مراتب، القصد له مراتب خمس: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. خاطر وهاجس وحديث النفس والهم والعزم، مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني ما في إثم بمجرد الهاجس أو الخاطر ولا حديث النفس، لأن الله جل وعلا عفى عما حدثت به النفس ما لم يتكلم أو يعمل. يليه هم، الهم كذلك لا إثم فيه، من هم بحسنة كتبت له، لكن من هم بسيئة فلم يعملها
نعم لم تكتب، نعم إن تركها من جرائي كتبت له، وإلا على حسب المانع منها. إن كان المانع منها عدم القدرة، فإن كان انصرافه عنها من أول الأمر فهو مجرد هزم أهم، وإن كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك أنه يأثم بهذا، وهو العزم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا عزم وفيه مؤاخذة. هم يقولون النية في اللغة القصد، وقد يقولون، يقول بعضهم منه نواك الله بخير أي قصدك، هذا ما يوجد في كتب اللغة، يوجد ويوجد أيضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير، يقولون مثل هذا. وإذا بحثت في النصوص ما تجد إضافة النية إلى الله جل وعلا، فهل يصح أن نقول نواك الله أو لا يصح؟ نعم، ما وثبت أن نعم إخبار، هذا إخبار وليس بوصف ولا تسمية، ودائرة الإخبار أوسع يتوسع فيها أهل العلم. العزم الذي هو المرتبة الأخيرة من مراتب القصد يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا أو لا؟ العزم نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذه مسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا، إذا عزم مبني للمفعول للمجهول والفاعل حذف للعلم به، وهو الله جل وعلا. وأم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها، القراءة المعروفة إذا عزمت فتوكل على الله، هذا عزم، هذا العزم. على كل حال إضافة العزم إلى الله جل وعلا ذكر شيخ الإسلام أن للسلف فيها قولين، منهم من قال يضاف إلى الله جل وعلا يوصف بالعزم وهو الأصح، قال شيخ الإسلام. والقول الثاني من قول أهل السنة أنه لا يضاف لأنه لم يثبت به خبر ولا يوصف الرب جل وعلا بأنه يعزم. قال القول الأول وهو الأصح أنه يضاف إلى الله جل وعلا، ذكر هذا في الفتاوى الجزء 16. مقتضى قولهم النية في اللغة القصد أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما. لكن ابن رجب رحمه الله يقول إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد، إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة أو التمييز بين رتب العبادات، هذا الذي يذكره الفقهاء. وحينئذ لا بد أن يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. أما من يقول إن النية والقصد بمعنى واحد وأن النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ بن رجب، فلا فرق بينهم. ولذا يقول إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال إن النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب، إلى آخر ما ذكر من الآيات. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، بلفظ الابتغاء في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فابتغاء وجه الله هو الإخلاص وهو النية وهو الإرادة. في المجلة مجلة الأحكام، وذكرنا في الدرس الأول أن المجلة مجلة الأحكام العدلية التي أجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في آخر الدولة العثمانية، في مقدمتها 100 قاعدة، 100 قاعدة، وذكرنا شراح المجلة وأنهم شرحوا هذه القواعد. في مجلة الأحكام في المادة الثانية الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. الشارح، وقلنا أيضا في الدرس الأول أن المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى، ومن النصارى من تولى، يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لإفادة المسلمين أو لتسهيل أمر المحاماة عندهم، لتسهيل أمر المحاماة عندهم. فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيء يتولى شرحه ومعاناته، يهم هذا، لأن المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا. ولا شك أن صاحب الاهتمام، صاحب الحاجة، حاجته تدعوه إلى الاهتمام بما هو بصدده. وقلنا في حديث اقتناء الكلب أن أبا هريرة قال أو زرع، قال ابن عمر وكان صاحب زرع، يعني يهم هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه، وليس معناه الشك في أبي هريرة أو اتهامه أبدا. فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج إليه، ولو قدر أن وجد في هذا المكان طبيب ويشرح أمراض الأعراض والعلاج، بدأ مرض الضغط مثلا، نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يعاني من هذا المرض، لكن هات الأخوان اللي فيهم شيء من هذا، نسأل الله أن يسبغ نعمة الصحة والعافية على الجميع. تجد كثير من الأخوان اللي يهمهم هذا الأمر فيهم هذا المرض كلهم بيده قلم ورقة، بدأ بالسكر وش علاجه وش أعراضه وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع، تجد بعض الأخوان اللي فيهم هذا المرض يهتمون به، زميله اللي بجواره لا يلقي له بالا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج هذا. هذا المحامي سليم رستم باز ليس بمسلم، ومع ذلك شرح المجلة، وغير شرح المجلة من غير المسلمين، إنما لما يهمهم من شأنهم في المحاماة يحتاجون الفهم هذه، ليعتبرونها أنظمة مواد تقنين للشرع، هي مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي، بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي، لكن هؤلاء من غير المسلمين إنما اعتنوا بها من هذا الباب. هذا الشارح يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة إنما الأعمال بالنيات. ثم اعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الأمور بمقاصد، بمقاصد فاعليها، حكم الأمور بمقاصد فاعليها، أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال. فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمر مباحا كان فعله مباحا، وإن قصد أمرا محرما كان فعله محرما. والأحكام تترتب على أفعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. يقول الناظم، ناظم القواعد، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبة ما يلتبس بغيره، العبادة التي تلتبس بغيرها لا بد فيها من النية التي تميز العبادة عن العبادة أو رتب العبادات. أما ما لا يكون عادة، يعني عبادة محضة لا يمكن أن تدخلها العادة، فيحتاج إلى نية ولا ما يحتاج؟ عندهم لا يحتاج إلى نية. وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية. يقولون الإيمان بالله تعالى
والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، هذه متميزة بصورتها، هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة، لأن لا تأتي هذه عادات، هذه لا تأتي عادات. لكن في كثير من أحوال مسلمة الدار كما يقولون، يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين ورآهم يصلون فيصلي معهم، رآهم يذكرون الله يذكر الله معهم، وقد خلى ذلك عن النية. يتصور لما يتصور يتصور. وفي البلدان التي مسخت، البلدان اللي أهلها كان أهلها مسلمين ومسخت، يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله. يعني قالوا في بلاد البوسنة والهرسك قبل الحرب الأخيرة، يقول شخص: أنا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثة ويكثر من قول لا إله إلا الله، وبين يديه مصحف جوامعي، جوامع الكبير القطع الكبير، وهو يبيع السمك. يقول كل ما باع سمكة قطع ورقة ولفها فيه، يعني ما يدري وش المصحف، ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فمثل هذا لا بد من أن يدخل الإسلام من جديد، وأن تغرس فيه النية وحسن القصد. يعني بعض الناس تجده يقول لا إله إلا الله ويطوف في قبر، هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع. وهؤلاء كما قال أئمة الدعوة رحمهم الله، أبو جهل أعرف منهم بلا إله إلا الله. لماذا؟ رفض أن يقول لا إله إلا الله، يعرف المعنى. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فمثل هؤلاء يرد على كلام يقول الإيمان لا يحتاج إلى نية، النية أو الخوف الرجاء لا يحتاج إلى نية. النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا، لكن النية التي ترد في كلام السلف لا بد منها هنا، التي أشار إلى الحافظ بن رجب. قالوا النية لا تحتاج إلى نية، قالوا لأنها متميزة بنفسها، وسيأتي بالكلام في آخر الباب أن النية لا تحتاج إلى نية، لأنها يلزم على اشتراط النية لها التسلسل، يلزم عليها التسلسل أو الدور. تسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل؟ نعم، لأن عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع. مش معنى ممنوع؟ لأن إذا قلنا النية تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه. مثاله الشكر، وجدت نعمة تشكر الله عليها، توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليها، توفيقك للشكر الثاني نعمة يلزم تشكر الله عليها، ولا يقال في هذا التسلسل، لأن التسلسل للمستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي. وهذا مسألة تبحث في تسلسل الحوادث، أنت مذكورة في كلام شيخ الإسلام وغيره. فمنهم من يمنع التسلسل مطلقا، وعلى هذا يجري قول المعتزلة بفناء الجنة والنار، ومنهم من يمنعه في الماضي دون المستقبل، ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل، وهو معروف مبحوث في كتب العقائد. وقراءة القرآن، هل يمكن أن تلتبس قراءة القرآن بغيرها؟ ما يمكن. فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا، اللهم إلا إذا كانت قراءة الإنسان على جهة التعود فقط، لا ينوي بذلك أجرا ولا يتعبد بهذا، وهذا بعيد. والأذكار لأنها متميزة بصورتها، نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية. يعني فرق بين النية الأولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي أشار إليها ابن رجب. النية الثانية لا بد منها في جميع هذه الأمور، لا بد منها أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، هذا معنى اشتراط النية في الأعمال كلها. لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا ترد هنا، لأن الأذان لا يلتبس بغيره. قالوا أما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه، لأنه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز. متى يستحب الأذان لغير الصلاة؟
يعني جاء في الخبر إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، فبادروا بالأذان. الأمر الثاني، يعني لا نفهم من كلامهم أن هذا لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى إخلاص. لا يا أخوان، كررنا مرارا أن المراد بالنية التي لا يحتاج إليها هنا ما يميز العبادة عن العادة، هذا المقصود. أما الإخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة أمر لا بد منه، وهذا الذي نبه إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الأمر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، ودليله وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا، يعني لو شخص فاتته صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وقال أبصلي أي صلاة كانت حداها تبي تسقط إن شاء الله، أنا بصلي مع هذا الإمام 4 ركعات سواء كان الظهر والعصر، وإذا سلمت جبت 4 ركعات ثانية أيا كانت. هو صلى 4 ركعات اقتدى بإمام، لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة. لو نوى غير المطلوب، لو نوى غير المطلوب، فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر، صلى الظهر ثم نوى السنة القبلية، ثم بعد أن جاء ب4 ركعات بنية السنة القبلية، ثم جاء ب2 ركعات بنية السنة البعدية، يصح ولا ما يصح؟ الآن الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية، البعدية بلا شك، فينوي بهاتين الركعتين السنة البعدية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية. لكن لو شخص قال أنا علي 6 ركعات 4 قبل الصلاة 2 بعد وكلها نفل، فلا يحتاج تمييز. وهذا حال كثير من عامة الناس، يمكنهم يصلون بهذا، فاتت الراتبة قبل الصلاة فأداها بعد الصلاة قضاء، والأصل أن يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية، لكن هو لا يعرف من الأصل من الفرع، أدري أيهم الآن، كلها سنن والحمد لله، هذا لا يلام ولا يؤاخذ، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى وتقع موقعها. لكن طالب العلم الذي يعرف أن هذا لا بد منه يهتم به. فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، فلا يميز بينهما إلا بالتعيين. وكذلك الرواتب تعين بإضافتها إلى الفريضة، كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا. وأما تعيين مكان الصلاة، وأما تعيين مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يضر الخطأ فيه، لا يضر الخطأ فيه. يعني لو أخطأ قال أنا أصلي، يعني في نيته أن يصلي في هذه الغرفة أو في المجلس، فتبين له أنه في الغرفة أو في الصالة ما شابه، ما يضر هذا، لأن تعيين المكان والزمان لا قيمة له. والزكاة لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل، لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل. يعني إذا كان عليه زكاة مفروضة وظن أنه قد أداها كاملة، ثم جاءه سائل فأعطاه 100 ريال بنية النفل، فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروضة 100 ريال، تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي، لا بد من أن ينوي بها الزكاة المفروضة. وأما الصوم ففي رمضان لا يلتبس فلا يحتاج إلى تعيين، وأما القضاء فلا بد من تعيينه. وأما الحج والعمرة فلا يشترط التعيين، فينصرف الأول إلى الفرض والباقي نفل إلا أن نذر، لأن النية في الحج أمرها أوسع من سائر العبادات، بدليل أنهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد أن وصلوا إلى البيت، فدل على أن النية في الحج والعمرة في النسك أوسع. فمثل هذا لو قال أنا أحج نفل ولم يحج الفريضة تقع عن الفريضة، ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا،
أو ترك ركنا ولا يشعر وفي نيته أن حجته الأولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نفل، على كلام أهل العلم أنها تجزي، تجزي الثانية تقوم مقام الفريضة. عندنا مسألة التشريك، يعني الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله وهو الإخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها، يعني لو حصل تشريك، تشريك في العبادة أقسام كما يقول أهل العلم، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك يوجب حرمة الذبيحة. وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح، يعني كالسابقة، والأصح الصحة، لأن التبرد حاصل قصده أو لم يقصده. ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، ومثله الصلاة للفرض والتعليم، الصلاة للفرض والتعليم، الحج لأداء النسك والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ليعلمهم، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فالتعليم مقصود في أفعاله عليه الصلاة والسلام لأنه مبين عن الله جل وعلا. السفر للحج والتجارة، السفر للحج والتجارة هذا لا يضر إلا إذا كان الباعث الأصلي هو التجارة، والحج تبع. لكن إذا حج وفي نيته أن يبتغي من فضل الله هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة في صور، منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحية، ومنها ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع، ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع. يعني أخرج 100 ريال قال هذه زكاة وأيضا نفل، هذا إذا كان الفرض يستوعب المبلغ، يستوعب المبلغ، أخرج 100 ريال وعليه 1000 زكاة، يقول هل 100 هذه بعضها فرض وبعضها تطوع؟ نقول لا، ما تصح إلا تطوع. لكن لو كان عليه 50 زكاة و50 أراد أن يزيدها، فهذه هي المسألة التي تذكر في الأصول، كتب الأصول، القدر الزائد على الواجب، هل يجب أو الواجب واجب وما زاد عنه تطوع. ها؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها، ومثالهم في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن 20، من عنده 20 دينار يجب عليه نصف دينار، فأخرج دينار نصفه واجب ونصفه الثاني نفل. لكن هل نقول أن هذه الزيادة متميزة أو يتصف الكل بالوجوب كما لو أدى كيس عن صدقة الفطر؟ يعني لو أدى صاعين كل واحد متميز نقول واحد فرض والثاني نفل، لكن لو أدى كيس في 5 آصع مثلا وهو فرض واحد، هذه زيادة غير متميزة، تأخذ حكم الواجب. بعض المسائل ما يظهر فيها أثر للخلاف، لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والإمام راكع، دخل المسبوق والإمام راكع، يعني القدر الواجب من ركوع الإمام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة، هذا القدر الواجب، فات المسبوق هذا وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب، يدرك الركوع ولا ما يدرك؟ يعني حتى على قول من يمنع إمامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة، لا، المفترض لا يأتم بالمتنفل، هذا جاء والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه في القدر المستحب، يدرك الركعة ولا ما يدرك؟ لماذا يدرك؟ يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل، لأن بعض الأخوان يجيب باعتبار أن هذا هو الواقع، واقع الناس كذا، ولا أحد يقول له أعد ولا سمع ولا شيء. بالنسبة لمن؟ صحيح، والإمام
واجب ولا ليس بواجب؟ والمفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل. ما العلم الصحيح أن نقرر المسألة أول قبل كل شيء، إذا تقررت وفهمت سهل الصحيح. نعم، غير قدر زائد غير متميز بنفسه، حتى على قول من لا يجيز إمامة المفترض خلف المتنفل الصلاة صحيحة، لأنه إذا كان القدر الزائد غير متميز يأخذ حكم الواجب. المسائل كل مسألة تجر أخرى، ولذلك هذه القاعدة يعني لو أفني فيها سنين ما انتهت. ترى ذلك كلام الشافعي تدخل في 70 باب، تدخل في جميع الأبواب، لا في 70 باب فقط. منها ما يقتضي البطلان في الكل، كما لون والفريضة والراتبة دخل وقد أقيمت صلاة الظهر. يقول الراتبة 4 ركعات أو قبل صلاة العصر، يأتي ب4 سنة مطلقة جاء الحث عليها وحديثها قابل للتحسين، فقال أنا أصلي مع هذا الإمام العصر فرض وال4 التي جاء الحث عليها. ومنها ما يقتضي البطلان في الكل، كما لون والفريضة والراتبة لم تنعقد أصلا. في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. تجهيز الجيوش هذا أمر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهز له الجيش، حكمه حكمه. فما حكم الانصراف عن الهدف الأصلي المقصود الأصلي الذي هو الصلاة التي هو بصددها إلى أمر آخر وإن كان مستحبا كتجهيز الجيش؟ هذا حصل من أمير المؤمنين الخليفة الراشد، فلا أثر له في الصلاة، الصلاة صحيحة، والإقبال على الصلاة أولى. الإقبال على الصلاة، إن في الصلاة لشغلا. ومثال في مستحب مع مستحب، يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون، يتذكر الموقف العظيم فيبكي، والإمام يقرأ آيات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معه، نقول ذا تشريك، أدخل عبادة في عبادة. يؤثر ولا ما يؤثر؟ مثل صنيع عمر رضي الله، ما يؤثر، لكن الإقبال على ما هو بصدده، إن في الصلاة لشغلا، هذا أولى. أن ينوي مع الفريضة فرضا آخر، كما لو أحرم بالحج والعمرة معا أو نوى الغسل والوضوء معا، فإنهما يحصلان معا، نوى الغسل والوضوء معا يحصلان، نوى الحج والعمرة معا يعني قران يحصلان. أما لو طاف بنية الفرض والوداع، طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض، صح لطواف الفرض، ويدخل الوداع تبعا. قالوا والصواب أنه يكفي، لأنه يتم به الامتثال لجعله آخر عهده بالبيت، لجعله آخر عهده بالبيت. لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة، يعني قلنا أنه إذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة، يسقط به الفرض ويدخل طواف الوداع معه، لأن المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت، مثل المقصود بتحية المسجد، يكون آخر عهده بالبيت، وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل بأي شيء. لكن لو نوى أول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة، ما الذي يتجه وما الذي يدخل فيه من هذه الصور؟ ها؟ يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة، ما يحصل به النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع، هل نقول إنه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة
أو نقول أن ما يتعلق بالمناسك أمره واسع. يعني لو افترضنا أنه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة، ما طاف للزيارة وسافر مباشرة، نقول هذا ما نوى الزيارة، نوى طواف الوداع. الأصل أنه لا يجزي، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن من أهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا، وهذا نوى نفل على سبيل التجوز، يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة أمره سهل، نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة، كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرض. ولذا يصح بعض العلماء حجه ويقول أطوافه هذا يكفي وينصرف إلى الفرض، وإذا نوى فرضين بطلا، كما لو نوى لو أحرم بحجتين معا أو أحرم بعمرتين، يعني مما لا يستوعبه الوقت، أحرم بحجتين أو عمرتين. ها، ما الحكم؟ هل نقول يصح الإحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا، أو نقول أنه لا يصح الإحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فيكون باطلا؟ وهل يتصور أداء حجتين في سنة واحدة أو لا يتصور؟ نعم، يتصور أداء حجتين من شخص واحد؟ لا، واحد من شخص، تصور مليون حجة من مليون شخص؟ لا، نريد من شخص واحد. نعم، يعني أن تفترض أنه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وطاف للزيارة وأنهى أعمال حج، ما بقي إلا المبيت والرمي، ثم أحرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع وذهب إلى منى ورمى، يتصور ما يتصور؟ أي لأنه لا يصح الإحرام الثاني وفي ذمته شيء من الإحرام الأول، لا يصح. نعم، أي لكن يبقى أن حجة الشخص الأول، نعم، أو ينوب عنه اثنين، أي فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا، أما اثنان ينوبان عن شخص واحد في آن واحد فلا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، كما في قول الحسن، نعم، لو كلف 30 شخصا يصومون عنه الشهر هو معذور، وكلف 30 شخص يعني صح عنده، والمسألة خلاف بسطها يحتاج إلى وقت. أن ينوي مع النفل نفلا آخر كغسل الجمعة والعيد فإنهما يحصلان، والقاعدة في التداخل كما قرر الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة 18، يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما جميعا على المشهور، ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف، يعني لأن الصورة واحدة. والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصلى معهم سقطت عنه التحية، ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. فليراجع الكتاب قواعد ابن رجب في القاعدة 18. وأما وقت النية فالأصل أن وقتها أول العبادات، أول العبادات، وخرج عن ذلك الصوم
فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، يعني أول الوقت بدقة، يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام؟ يعني مع بزوغ الفجر تنوي؟ لا، ما يتصور. أجاز تقديم النية في الصيام على أول الوقت لعسر مراقبته، بل بعضهم أوجب التقدم على الوقت، لأنه لا يتم الواجب إلا به. ولذا قالوا مما لا يتم الواجب إلا به إمساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار. فيجوز نيته تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، هذا في الفرض. وأما في النفل فقد الدليل دل على جواز تأخير النية إلى أثناء النهار. وليعلم أن النية هي مجرد القصد، وهي من أعمال القلب، والجهر بها بدعة، والجهر بها بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا في زاد المعاد. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عمر نص على اشتراط النية في الأعمال، وهل تلحق بها التروك؟ تلحق بها التروك ولا ما تلحق؟ الشافعي نعم ينفي، أن الشافعي قال بالجهر بالنية، معروف عند متأخرين كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم، متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا، لكن لا يعني أنه صحيح مع خلوه من الدليل أبدا. تعلمون الله بدينكم. الحديث نص على اشتراط النية بالأعمال، وهل تلحق بها التروك أم لا. والمراد بالتروك الأمور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب الخمر، يعني هل يؤجر الإنسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النية أو لا يؤجر؟ إذا نوى أجر بلا شك، إذا نوى أجر. قال السيوطي: لا تشترط لأنها ليست بعمل. ونوزع بأن الترك أيضا عمل، وهو كف النفس. في شرح الكرماني فإن قلت، يعني شرح الكرماني على البخاري يقول: فإن قلت التروك أيضا عمل، لأن الأصح أن الترك كف النفس فيحتاج إلى النية. قلت: نعم، إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب، أما في إسقاط العقاب فلا، فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية، أما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي. قلت: ومما يستدل به على أن الترك عمل قول الصحابي: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل، فذاك منا العمل المضلل. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل على ما تقدم. هل النية ركن أو شرط؟ هل النية ركن أو شرط؟ قال السيوطي: الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، لأن الركن داخل الماهية،
والشرط يكون خارج الماهية. فهل النية داخل الماهية أو خارج الماهية؟ يعني خارج، هي في الأصل خارج الماهية وتستمر. نعم، يجب استصحاب، يشترط استصحاب حكم النية بمعنى لا ينوي القطع، فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة، يعني كستر العورة خارج العبادة وتستمر إلى النهاية، يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط. واختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط، والمتقرر أنها شرط. ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية، يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف. حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية، اشترطوا لها نية، لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سجن لارتكابه الزنا وهو غير محصن، حده 100 جلدة، حده 100 جلدة، سجن قبل ذلك، يعني هل ينفذ عليه في الحال؟ لا، يسجن ثم بعد ذلك ينفذ عليه الحكم. هذا حاول الهرب من السجن، فقال الوالي اجلدوه 100 جلدة، تكفي هذه 100 عن الحد؟ ما تكفي. طيب، هذا اللي اتهم جاء واشي وقال للحاكم أن هذا الشخص حاول الهروب من السجن، فقال اجلدوه 100 جلدة، ثم تبين للوالي بعد أن ضرب 100 جلدة أنه لم يحاول، شاهدوا كل الموجودين ما حاول، وصار مظلوم بهذه المئة، تكفي عن الجلد الحد ولا ما تكفي؟ مقتضى اشتراط النية لإقامة الحد أنها لا تكفي، ما جلد بنية إقامة الحد. يقول تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا. فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام، فقال سيبويه الجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالفه بعض فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان. لكن هذا كلام له توابع وله مسائل فقهية متعلقة فيه، يمكن أن نسرده في 5 دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا، مهم جدا وفي مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.